إذن هذا أي قسم تفسير التوحيد؟ ها؟ الثاني. إذن الأول المقدمة والثاني تفسير التوحيد. بعد أن ذكر المقدمة وفسر لك التوحيد بضده، أراد أن يبين لك أن العبادة حق لمن؟ لله. وذكر الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله. ذكر أبواب أربعة. الأول ذكر في الباب الأول بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بطلت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم غير باب أولى. وفي الباب الثاني ذكر بطلان عبادة الملائكة عليهم السلام. ماذا يحصل لهم؟ يحصل لهم عند كلام الله الخوف، إذن دليل على بطلان عبادة الملائكة عليهم السلام. الثالث بطلان الشفاعة. الشفاعة حق لمن؟ لله، صحيح؟ نعم، قل لله الشفاعة جميعا. هل يأذن الله سبحانه وتعالى الأصنام أن تشفع؟ لا، إذن بطلت عبادة الأصنام سواها في الشفاعة. والرابع بطلان الهداية. أي هداية؟ هداية التوفيق، لأن الهداية إما هداية توفيق أو هداية دلالة وإرشاد. هداية الدلالة والإرشاد يملكها النبي عليه الصلاة والسلام ويملكها أتباع النبي عليه الصلاة والسلام من بعده، بشرط أن يسيروا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية التي لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملك أحد من بعده، من باب أولى، هداية التوفيق. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم في أحد شج النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ يعلم الغيب؟ لو يعلم الغيب ما خرج إلى أحد، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه أدنى أذية فضلا أن يدفع عن غيره. وقال لفاطمة رضي الله عنها، قال سليني من مالي ما شئت، يعني الذي أقدر عليه النفقة. إدخال أحد إلى رحمة الله أو إخراج أحد من رحمة الله لا يقدر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، إذن غيره من باب أولى. قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة شهرا يدعو اللهم العن فلانا وفلانا وفلان. أنزل الله سبحانه وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء. هذا هداية هؤلاء وعدمه بيد من؟ بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت، ليس لك من الأمر شيء. هؤلاء الثلاثة الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا، حسن إسلامهم. وانظر إلى العداوة كيف تنقلب إلى ولاية. وقال لفاطمة رضي الله عنها، قال سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، لا قليل ولا كثير. فإذا صرح وهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها، وآمن المرء أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع فيه بعض الناس اليوم، تبين له غربة الدين وترك التوحيد، نسأل الله العافية والسلام. الثاني بطلان عبادة الملائكة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، يخافون، إذا بطلان عبادة الملائكة عليهم السلام.